هاي جايز، كيفكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد وهو طريقة تحضير عصير التمر هندي والقمر الدين بطريقة سهلة. أول شي منضيف نص كيلو تمر هندي، منضيف كمان فوقهم مي، مننقعهم لمدة ليلة واحدة. إذا ما نقعتون فيكن تضيفوا عليهم مي مغلية. وهلأ بدنا نفركن كتير منيح بهيدا الشكل لحتى نطلع كل العصير منهم. شايفين بهيدا الشكل مثل ما عم تشوفوا بالفيديو، وبعدين بدنا نصفيهم بهيدا الشكل. ورحنا لازم نتأكد كمان انه صفيناهم كتير منيح، فبدنا نرجع كمان نعيد عليهم بس بمنخلة اصغر بهيدا الشكل. شايفين كيف؟ نتأكد انه ما عاش في شي، كل شي اتصفى مثل ما شايفين بالفيديو. وهلا هون عنا التمر هندي بيكون جاهز، بس قبل بدنا نصبه بالابريق. منعبي نصه للابريق بهيدا الشكل، بعدين منحط له مي بهيدا الشكل. هلا هون رح نضفنا نصف كوب من السكر، وكمية السكر بتعتمد حسب الرغبة، حسب انتو كيف بتحبوه، كتير حلو او عادي. وهلا بدنا نضيف معلقة كبيرة من الماء زهر او الماء ورد، وبعدين بنحركه منيح لحتى يدوب السكر. وكمان ما تنسوا انه تحطوه بالبراد لحتى يبرد، وكتير بيطلع طيب. وصحة وهنا، وهيك بيكون عنا عصير التمر هندي بيكون جاهز للتقديم. وهلأ بدنا نورجيكم طريقة تحضير عصير قمر الدين، عصير كتير طيب وبنصحكم كمان تجربوه. وهلأ رحنا هون عنا قمر الدين مغلف، منشيل التغليف عليه ومنبلش نقطعه بهيدي الطريقة. وانتو كمان فيكن تقطعوه بحيلا شي انتو بترتاحوله مثل السكينة او المقص، حيلا شي بيمشي الحال. وبعدين بنبلش نحط القطع بقلب الابريق. وهلأ بعدين منضيف مي عليهم، هلأ بدنا نحطه بالبراد وبدنا ننقعه لمدة يوم كامل. وأكيد انتبهوا انه لازم تحركوه تقريبا شي 3 ساعات، يعني هيك تقريبا لازم تحركوه.
وهلأ هون بدنا نورجيكم بعد يوم كامل كيف صار عنا، وكمان بعدين بدنا نحركه هلأ قبل ما نحطه بالخلاط بهيدا الشكل. وهلأ بعدين منضيفه بقلب الخلاط، هلأ صار وقت نضيف السكر. بدي اقولكم انه السكر كميته بتعتمد حسب الرغبة، رحنا هون ضفنا نصف كوب من السكر، وبعدين منبلش نحركه لحتى كل الشقف اللي رحنا قطعناهن يختفوا بهيدا الشكل. وهلأ كمان بدنا نضيف معلقة كبيرة من الماء زهر أو الماء ورد، وكمان بدنا نرجع نحركهم. وبعدين بنحط نصه بقلب الإبريق بهيدا الشكل، والباقي منضيفه مي. واكيد بدنا نحطه بالبراد لحتى يبرد وبيصير كتير طيب. وصحة وهنا، وما تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. see you in the next video. bye.